أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: عرضت علي وظيفة في أحد البنوك، وبعد أن استخرت الله عز وجل أكثر من مرة عملت في ذلك البنك، ولكني بعيد عن المعاملات المصرفية، والآن يا صاحب الفضيلة هل أبقى في عملي أم أخرج، علما أني مقدم على بعض الوظائف وأنتظر الإجابة منهم؟ لا تبقى على عملك هذا، لأنه تعاون مع البنك على الإثم والعدوان. الله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والبنك يرابي ويتعامل بالمحرمات في الغالب، تعامل بالبيوع الفاسدة وبالربا غير ذلك، ولا يتورع، لأنه يمشي على مخطط أجنبي، ما هو بيمشي على التعامل الإسلامي، وإنما يمشي على مصطلح الاقتصاد الأجنبي الذي لا يتقيد بشريعة. وإذا عملت فيه موظفا فقد تعاونت معه ولو لم تكن في عقود الربا، حتى ولو كنت مراسل أو بواب، فإنك تتعاون معه على هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لماذا لعن الكاتب والشاهدين؟ لأنهم تعاونوا مع آكل الربا، تعاونوا معه. فيشمل هذا كل من تعاون مع البنك المرابي بأي نوع من التعاون. وأبواب الرزق كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاطلب العمل في غير هذا البنك، واحرص على الانتقال منه بأسرع وقت. نعم.